كفاية يا ابو عطا، كفاية يا اخويا. كان نفسي ازور ابرو. ربنا يديك طولة العمر. يا ريت خد من عمري واداله هو. معلش يا اخويا، قضى ربنا. ظلمته في حياته، حرمته من انه يبقى له اب. كان نفسي اخده واضمه في صدري واحسسه بحناني، لكن كان بينا وضبان حديد طول العمر. ايه اللي جابك الاوضه دي يا ابو عطوه؟ حبيت اشم نفس ابني. احنا مش اتفقنا ننسى؟ حد ينسى ابنه؟ حد ينسى ضناه؟ انسى فرحتي بيه ما اتولد على ايديا، امه ماتت. حبيت اشوفه احسن رجاله. بعدت عن حياتي الليل اللي انا كنت عايش فيها، بتعلمه عشان يبقى احسن مني. يوم ما كان خبر موته جريت على المأمور وترجيته علشان اخرج اودعه وامشي بجنازته. ضحك المأمور وقال لي: شايف السجن؟ شايف السجن بيحرمك من اعز الحبايب. ساعتها حسيت ان الدنيا اسودت في عينيا، وحسيت ان ما بقاليش حد فيها. وانا بعد انت اللي فضلاري. انا ما انساش جميلك عليا، وانك علمت ابني ومشيتي في الطريق اللي كنت اتمنى امشي فيه انا. لكن الموت ما رحبوش. تبت، تبت الى الله. عشان كده رحت للعمدة تاخد الخمس سدادين بتوعك؟ ايوه، لان ابني في اخر زيارة ليا طلب من ربنا ان يرحمني وترجاني ان اتوب. خرجت من السجن وكان نفسي اتوب على دي، لكن زي ما كنت السبب في موت الناس ربنا خده مني. ربنا خده مني. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. أنا حاسة إنك قلقانة أوي يا أمل. مش عارفة، من ساعة ما رجع أبو عطوة البلد وأنا قلبي مقبوط. تعرفي يا أمل، أنا من ساعة ما شفتك وأنا حسيت قد إيه أنت بتحبي شكري. شكري؟ شكري ده كل حياتي، ولو إن ما عنديش ثقة في الرجالة. يا ساتر، ليه كده؟ عشان عشت أجمل قصة حب لمدة 4 سنين. كان بيشتغل طيار، في يوم وقعت بيه الطيارة وهو بيتدرب. كانت صدمة بالنسبة لي، كان كل حياتي، لكن اكتشفت اني كنت عايشة في كدبة كبيرة قوي. ازاي؟ لما رحت اصرف المعاش بتاعه اكتشفت اني كان متجوز واحدة تانية، ومن يومها كفرت بالحب وصممت اني ابني مستقبلي بايدي وانجح في شغلي. ايه يا ابو عطوه؟ الشمس طلعت يا حبيبي محمد والقمر لسه نايم. اصلي تعودت ما اصحاش الا على صوت البروك. خلاص يا قلبي، من بكره يكون عندك بروك يصحيك. لا ما تعودتش اصطبح بوش حلو زي كده. يا حبيبي انا كنت فاكره ان قلبك خلاص برد من ناحيتي، اصلك امبارح نمت وديتني ظهرك، لكن انا قلت يا بنت يا نعناع تلاقيه تعبان من السفر، مش كده؟ السجن قتل فيا حاجات كتير قوي يا نعناع. حتى حبك ليا. حب ليكي هو اللي مصبرني، كان بيهون عليا العذاب اللي كنت فيه. لما كنت بتزوريني في السجن كنت بتديني امل ان حقق لاجيكي.
دي العشرة ما بتنشر على ابن الحرام، مش بيقولوا كده برضه في الأمثال؟ وهي العشرة ما هنتش حتى على بنت الحرام. طول عمرك أصيلة يا نانا. وأنا أروح فيك فين؟ أنت الوحيد اللي فتحت لي دراعاتك في الوقت اللي كانت كل الناس فيه بتحدفني بالطوب. يا بعطوة، أنا هربت من قسوة الناس للجبل، وفي الجبل بقيت القلب الحنين اللي عطف عليا. ربنا يخليك ليا. ربنا يقدرني ويعوض لك كل اللي فات. يا بعطوة، ده مين ده ابن الله؟ أنت مستني حد؟ لا أبدا. طب هقوم أفتح. لا لا لا، اقفل أنت وأنا هفتح. مين؟ اهلا وسهلا حضرة الزبط، اتفضل. انا قلت برضه هتيجي تزورني وتشرب شرباتي. اصيل جت منك وما جتش من اهل البلد. انا سمعت عنك كتير يا ابو عطوه. وانا كمان سمعت عنك كتير. ما كنت تصورني دخلتك البلد هتعب رجاله عمرهم ما عرفوا الرعب ولا الخوف. الظاهر انك فيك شيء لله. اسمع يا ابو عطوه. استنى بس، اسمع انت. اقعد كده اشرب شرباتي وبعدين ندردش مع بعض. شرباتك هيشرب وما ربنا يهديك وتعيش في امان، لكن هشرب قهوتك الساده على روحك وما هتخالف القانون يا ابو عطوه. الله 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 الله، ده كلام كبير قوي يا حد الزرد. انت بتقول سمعت عني والسمع مش زي الشوف. جرب كده وخالف القانون شوف ايه اللي هيجرى لك. انت جاي تهددني ولا ايه؟ انا جاي احذرك. انا ما عملتش حاجه غلط. وحكايه الخمس فدادين اللي انت بتطالب بيهم. بطالب بحق يا حضره الزرد. ايوه، لكن القانون ما اديكش الحق يا ابو عطوه. انهي قانون يمنع صاحب الملك من ان يستلم ارضه؟ لا يا ابو عطوه، ده القانون اللي انا بنفذه. يبقى بتنفذ قانون ظالم. القانون اتعمل للصالح العام مش عشان فرد. لكن دي ارضي. ايوه، لكن جاسر قايم بالتزاماته بيسدد ايجار الارض، ما اقدرش اطلبه منها. القانون في صفه وانا بحميه. وانا احد الظابط، مين يحميني؟ انا احميك يا ابو عطوه لو حد اتعرض لك. احميني من الشر اللي جوايا. انت تقدر تحمي نفسك. ازاي؟ وانت بتسد قدامي طريق الخير، وانت بتقفل قدامي باب رزق شريف. اقتل الشر اللي جوايا ازاي واعيش منين؟ مين هيوكلني؟ انت هتوكلني؟ دور لك على شغلانه شريفه يا ابو عطوه. ما اتعلمت في حياتك غير ضرب الرصاص. لا، اتعلمت حاجات كتير في السجن. اذا ما كنتش اتعلمت مستعد ارجعك تاني السجن عشان تتعلم. انا بحذرك يا ابو عطوه، بحذرك. شفت ازاي بعطوا رجالتك كان معاهم حق لما دخلوا الجحور؟ شفت؟ لكن لا، انت مش هتسيبه يوطي راسك وسط اهل البلد، مش كده يا بعطوة؟ انت لازم تعرفه مين هو بعطوة. لا